السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معاكم أخوكم طارق الجاسر. وزي ما عودتكم خلال كل شهر أنزل تحدي واحد وفيه جوائز عديدة، وإن شاء الله راح تكونوا أحد الربحانين معنا. كل اللي عليكم أنكم تطبقون التحدي اللي بيوصلني، أنا راح أتحدى لينوفو فيه، وتعرفون لينوفو يرسلون لي تحدي سوربرايز مي لينوفو أو فاجئوني يا لينوفو. هالمرة أرسلوا لي زي ما هو ظاهر لكم في الشاشة، العب في لعبة كول أوف ديوتي واختر الوار زون، هذه الوار زون، بعدين نروح على البي آر أو الباتل رويال ونختار بي آر سولوز، يعني راح أكون لحالي ضد 149 شخص. وأنا قبلت التحدي هذا، وأوجه التحدي أيضاً لمتابعيني. طبعاً المطلوب منكم تلعبون لعبة Call of Duty أو لعبة PUBG، أي لعبة فيها خريطة وينزل فيها أشخاص. لب التحدي أو جوهر التحدي أنه كل دقيقة لازم تقضي على شخص، وهذا هو التحدي الأصعب. أنا بصراحة كنت متعود دائماً على المالتي بلايرز لأنها لعبة سريعة وفيها تحديات وعدة أماكن. ياريت تشاركون معاي على تويتر أو اليوتيوب، موجود هاشتاج أظهر قوتك مع ليجن، وهذا الجهاز هو ليجن، وأبغاكم خلال اللعب تلاحظون الجرافيك. أنا جالس أسجل اللعب بنفس الجهاز، سرعة رائعة في اللعب، الجرافيك أنا رافعة أعلى شيء. مواصفات الجهاز بحطها لكم أيضا في المعلومات في ديسكريبشن أو صندوق الوصف. طبعا بداية اللعبة دائما يخلونا ننزل في خريطة زي تسخين قبل ما نبدأ اللعب، ومن أهم الحيل أنك على طول تنزل لأقصى شيء. اوكي، يعني قضينا على واحد، نبي واحد ثاني. يلا لا تعدي الدقيقة، حسة تحدي انك لازم تقتل شخص كل دقيقة. اوكي هذا الثاني. اوه، ثلاث اشخاص انهيناهم. طيب بدأت الحين تطلع لنا الطائرة من بين الغيوم، يا سلام حماس. طيب خلنا نفتح الخريطة. يلا بنزل أنا هنا قريب من النص. هنا في واحد نزل فوق العمارة. طيب أكيد هو منتبه لي الحين، باخذ هذا. لا ما عندنا عليه. أباكم تشوفون المالتي بلاير، كيف لعب المالتي بلاير. يعني التحدي السابق كان جدا جميل، أنا أشوفه جدا صعب، وأعترف يا لينوفو التحدي هذا كان قوي جدا. طور الوارزون من أصعب الأطوار، لأنه
ما في سلاح انت تملكه واحد انزل وانت وحظك وش السلاح اللي راح تحصل عليه. ولا حد يستغرب انا استخدم كيلو واستخدم قناص، هذه هي اسلحتي السريه. ايش رايكم؟ يعني ثلاث اشخاص مع بعض. بصراحة انا دائما اذا دخلت ملتي بلاير الاقي الناس تحب شغلة اسمها القناصين. انا اذكر سلاحي كان لونه احمر، ما ادري وش اللي غيره للون الزهري. واو والله تحدي مره قوي هذا. طب شوف القناص اللي معي ايش قوته هذا. يلا قربنا على ال 200. مبروك الفوز، حلو، لعب جميل جدا. طيب هذا كان في ختام مقطع الفيديو اليوم. زي ما قلت لكم التحدي باتل رويال، كل دقيقة ما تفوتونها الا لازم تهزمون، ابغى اقول تهزمون احد المنافسين. عاد اللي بياخذ الخريطه هذا مبدع جدا، وان شاء الله بنزيد ونضاعف جائزته. كان معكم طارق الجاسر، وانتظركم على هاشتاغ اظهر قوتك مع ليجن، وفي امان الله.